طبعا بعد ما فتحنا 18 صندوق شفنا ايش طلع. ان من ال 18 صندوق طلعت هاي اللبسي كاملي، لبسي مش بطالي يعني، وهي نفسها مؤقتي وهاي لبسي كاملة. هاي طلعت من الصندوق، فيش اشي ثاني يعني، شايف في اشي جديد؟ جرافيتي وشغلات زي هيك. طلعنا من ال UMP9 والسينما سكن أحلى على فكرة من اللي طلع بالصندوق. ها سكن مؤقت 3 أيام تقريبا، بس السكن اللي معي بالأول أحلى منه. خلينا نفتح باقي الصناديق. في عندنا 15 صندوق و35 صندوق. نفتح 15، خلينا نفتح 10 صناديق مرة واحدة نشوف ايش بطلع لنا. طيب طلعت لنا بلاد رينسيت، طلعت هاي اللبسي، وطلع شغلات الصوت مدوي شغلة. شوف اللبس اللي طلعت لنا. لا جرافيتي. طيب ماشي، مش بطالي لبسة فامباير ولا ايش. اوكي بغض النظر خليها. نرجع على الصناديق، فتحنا 10 بضل 5، نشوف ايش بده يطلع لنا. بنطلون، ايش هي؟ تاعت النيرس، هاي الطاقية تاعت الممرضة. اوكي شورت مش بطال. اوكي سكن للميلي 30 فضة. اوكي ما ضلش معنا. تمام طلع شغلات مش بطال يعني. طلع هذا الشورت مش بطال، هذا الشرطة فكرة يعني، ممكن نحط له بلوزي خليه يشخص. الطاقية طلعت تاعت النيرس بس بدون اللبسي. تمام بالأسلحة طلع سكين للميلي. اوكي سكين لا. تمام خلينا عاد نرجع على باقي الصناديق. 35 صندوق. طبعا في شغلات حلوة في هذا في هاي الباكيج. خلينا نفتح 10 نشوف ايش راح يطلع لنا. طيب حسب الصوت بحكي انه في 3 شغلات مميزة، اللبسي هاي والقميص رسلر ست والقميص بريبي فيست او ايش هاي مش عارف. طيب نفتح كمان 10. طيب اللبستين اللي طلعوا هاي، اللبسي هاي واللبسي هاي، هذول اللبستين موجودات عندي. هاي جديدة فيلم كفر راس سمكة القرش. خلينا نفتح كمان 10 صناديق.
طيب ما في اشي مميز يعني، كله موجود عندنا. اوكي بحكي انه بضل ليفل 5 لاحقا نجمعهم، ضل 5 صناديق. خلينا نشوف ايش بيطلع. 20 فضة، 20 فضة. اوكي اللبسة هاي عندي. حذاء، جاكيت عندي هاي، خلص ما ضل. اوكي تمام، ليفل 6 وصلنا. بنجمعهم هذول مش مشكلة. تمام ما في شي يعني العليل العين اللي يذكر، اغلب لبسات موجودة عندي. طيب هذول بنخليهم للسيزون الجاي وهيك. تمام احنا هذا الفيست اللي طلع، وايش كمان طلع عندنا احنا؟ هذا الماسك ما هو طلع للجميع يعني، منظره اصلا مش حلو. طلعت هاي، هاي للقرصان. اوكي هاي بتيجي عندي على اللبسة، راس القرش تيجي عندي على اللبسة، هاي لبسة القرصان مع الطاقية. تمام هيك خلينا على اللبسة، هاي الوحيدة اللي طلعت بالمرة الماضية. هيك خلصنا فتح صناديق، نشوفكم في فيديوهات تانية.